الوجع حتى لو بقينا قلة. نقول كما قال أبي عبد الله الحسين: والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. ونقول كما قال زينب: كل كينب واسع سعيك وناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا. نعم، هؤلاء الطغاة جميعهم ان شاء الله الى مزبلة التاريخ، والتاريخ امامنا، فلنصبر. الصبر من الايمان، من صبر ظفر، فصبر جميل، الصبر مفتاح الفرج. هذا ثمن الحرية، العسر والاعتقال والتشريد والمداهمات والاعدامات والاستفزازات، كلها ثمن للحرية.